السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في موضوع آخر في له علاقة بموضوع المورفولوجي، أشياء ممكن إحنا نلاحظها في البلاد فيلم بالنسبة لموضوع الوايت بلاد سيل، وخاصة موضوع الجرانيولز أو موضوع النيوتروفيل عفوا أو الليمفوسايد. من ضمن الشغلات اللي إحنا ممكن نلاحظها إنه ممكن يكون عندنا سايتوبلازميك بيزوفيليا. سايتوبلازميك بيزوفيليا انه احنا يكون في عندنا السايتوبلازميك البيزوفيليك ستين هي اللي ما اكلها الجو في هذا الامر، وهذا طبعا الصحيح بيعطيني اشعار بانه ما زال هناك في نوع من التحفيز لخلايا النيوتروفيل، بحيث انه انا الاحظ ار ان اي موجود، رايبوسوم موجود في داخل السيتوبلازم، معناته أنا في عندي ما زال في هناك بناء لمواد لبروتينات لها علاقة على سبيل المثال في موضوع الانفلاميشن بروسيس. هذا بشكل عام إنه في عنا نوع من الاسترس أجا على الخلية. هذا أمر طبيعي ممكن نلاحظه. وجدوا إنه في حاجة سموها دول باديز. دول باديز هي عبارة عن إيش دول باديز؟ دول باديز زي ما إحنا شايفين في الصورة إنه في عنا هنا زي نوع من الدوت جنب النيوكليار ماتيريال جنب النيوكليوس، هذه عبارة عن النيوتروفيل تمام، وهي عبارة عن أجريجيشن لرف إندوبلازميك ريتيكولم تمام. عنا رف إندوبلازميك ريتيكولم موجود عامل أجريجيشن، او بمعنى اصح في عندنا نوع من الاجلوتينيشن صاير للاندوبلازميك ريتيكولم في وجود كذلك الار ان اي تمام، فبيعمل لي نوع من الانكلوجن بسموه سايتوبلازميك انكلوجن له علاقه كمان في وجود ار ان اي. اذا الدول بادي هو عباره عن اجريجيشن اوف ذا رف اندوبلازميك ريتيكولم التي تشكل هو، طبعا احنا عارفين الرف اندوبلازميك ريتيكولم عندنا السو سموت الرف اللي هو عباره عن الريبوسوم عليه ال ار ان اي. هذه الدول باديز ان جنرال ممكن احنا نلاحظها في النون باثولوجيكال كونديشن ساتش از بريجنانسي، يعني ممكن في حالات نوعا ما البريجنانسي انه احنا نلاحظ يكون عندنا هذا النوع من الدول باديز. هذه شغله. شغله ثانيه ممكن يحصل في حاله سيفير انفكشن، ممكن يحصل عندنا يكون في سيفير انفكشن، هذا شغله ممكن نلاحظها. نيجي لاشياء اخرى في موضوع المورفولوجي بتاعت الوايت بلاد سيل، ممكن يكون عندي فاكيوليتد او فومي سايتوبلازم، يعني تحس انه عندي انا سايتوبلازم فيها فاكيولز فاكيولز هلو مجرى. يقال بانه هذا الفاكيوليشن الموجوده عندي ناتجه من الاوتو دايجستشن تمام، تفسير لها انه بصير فيها نوع من خلينا نسميه الدايجستشن لسيرتن كومبوننتس اوف ذا نيوتروفيل، وهذا الامر ممكن ينتج من خلال زي ما هو مذكور عندي برولونج اكسبوجر اوف ذا بلاد، يعني انا في عندنا تعرض الدم لدراج زي السلفون امايد زي الكلوروكوين لفتره طويله، او ممكن يكون عندي ستورج صار للبلاد سامبل في فتره طويله تمام، وهذا بيحصل عندنا حيصير في عندنا نوع من الفاجوسايتوسيس للجرانيولز تمام. على هذا الاساس انا بلاحظ هذه اللارج فاكيولز بتكون موزعة بشكل مش متجانس في خلال السيتوبلازم، بعض الأحيان بتشوف حجمها كبير صغير وهلما جرة، وهذا الكلام ممكن يكون ناتج من خلال اللي هو نوع من الانفكشن، يكون عندي سيفير انفلاميشن بشكل أو بآخر. هذا جانب. موضوع آخر أو إشي آخر ممكن نلاحظه التوكسيك جرانيوليشن، والتوكسيك جرانيوليشن انه انا في عندي نوع من ريدش تو ذا بيربل سايتوبلازم جرانيولز توكسيك بسموها جرانيولز، وهذه موجوده عاده في البكتيريا الانفكشن، بكون عندي بكتيريا الانفكشن وعندي سيبسيس تمام، بتكون موجوده عندنا هذه الاشياء تمام، و ما بتكون نون سبيسيفيك بشكل عام. بيقول لي بيشنتس بينج تريتد ويز كيموثيرابي بعض الاحيان او سي اس اف كرون ستيمليتنج فاكتور او مثلا سايتوكاينز از نعطيها از دراج تمام، هذه ممكن تشكل يبدا يصير عندي وجود توكسيك جرانيوليشن تمام، وهذه الجرانيولز بتكون فيها ممكن تكون كميه من البروكسيليت انزيم او اسيد هيدروليز انزيم، هذه عباره عن الجرانيولز زي ما احنا شايفين بالمؤشر جرانيولز كثيره في داخل السيتوبلازم
في عندنا شغله ثانيه اسمها جاينت نيوتروفيل باند، ممكن تكون عند نيوتروفيل عباره عن جاينت ضخمه تكون باند فيها باند فورم او ميتا مايلوسايت فورم، تمام. وهذا الجاينت ليش صارت جاينت كبيره؟ شكله صار عندنا عدم توازن في عمليه الديفيجن، يعني ممكن يحصل عندي ما فيش هناك حاجه بيسموها سينكرونس، تمام، انه في توازن او خلينا نقول نوع من التناسق ما بين اللي هو السيتوبلازميك ديفيجن والنيوكليار ديفيجن، فصار في نوع من التاخير في النيوكليار ديفيجن فخلى الخليه تكون عباره عن لارج بشكل او باخر فسموها جاينت بشكل عام، تمام. هذا جانب. في عندنا اشياء اخرى ابنورمال جرانيوليشن اور افاجوليتد، طبعا النيوتروفيل، في عندنا اللي هو مرض ذكرناه في الاوتو اميون ديزيز، عفوا في الاميون ديزيز بسموه كيديا كيجاشي سيندروم، اللي بيكون في عندك خلايا بشكل مختصر خلايا النيوتروفيل، تمام، بكون فيها كمية جرانيولز لارج، تمام، وبكون بالمعنى الأصح في هذا الأمر ذاكرينه عبارة عن ديزيز له علاقة في اللاست ستيج في عملية اللي هو الديفنس ميكانيزم في موضوع احنا بنعرف في عمليه الكيلينج بروسيس اللي بتحصل عندي للميكروب يوجد عندي حاجه بسموها اكسجين ديبندنت واكسجين اندبندنت، فالمراحل الاخيره من الاكسجين ديبندنت ستيج بكون عندي ديفكت في سيرتين انزيم، احنا يعني الان مش في خوض تفاصيلها، تمام، وبيؤدي انه يصير في عندي فيلير في عمليه الكيلينج، وهذا بيؤدي انه تكون الخلايا ود لارج جرانيولز لكن نو فانكشن في عمليه الكيلينج، وممكن الخليه تكون فيها موجوده الميكروب يضلوا عايش ما فيش اي مشكله. عندنا ممكن يكون برضو مشاكل اخرى، ديزيز اسمه ميوكوبوليساكرايدوسيس، في عندنا بسموه ستورج ديزيز. المهم معنى هذا الديزيز انه انا بكون في عندي مشاكل او ديفكت في الانزيمات الموجوده عندي في اللايسوسومز اللي لها علاقه في موضوع اللي هو الشوجر ديجريديشن، تمام، في عمليه البريكج اللي بتحصل عندي للشوجر لازم يكون عندي سيرت انزيم، هذه الانزيمز فيها ديفكت ممكن يكون جينيتك بروبلم فاوجد لي انه يكون في عندي بولي سكرايد بشكل كبير ما صارلوش نوع من الديجريديشن، تمام. هذا جانب. في عندنا جانب اخر اسمه هايبو سيجمنتيشن نيوتروفيل، يعني الهايبو سيجمنتيشن نيوتروفيل يعني بتاخذ عباره عن الشكل انه تلاقي النيوتروفيل لوك لايك قريبه للاماتشور، يعني يا اما باند او بالمعنى الاصح تلاقي اللوبز ماخذه تو لوبز نوت سو ماتش، احنا بنعرف انه النورمال نمبر اوف لوبس انسايد ذا سيل ابروكسيمتلي من 3 ل 5، فبنلاحظ احنا ممكن يكون عندي 2 او بمعنى اصح بصير عندي هايبو سيجمنتيشن، بصير عندي ايش؟ هايبو سيجمنتيشن لوك لايك الخليه متشور لكن فيها السيجمنتيشن لوك لايك ليس. بقول لي هذه ذيس از ا فيتشر، ها هذه ممكن تكون ظاهره من حاجه بسموها بلجر هوت انومالي which can be hereditary or acquired، يعني بقول لي هذه عباره عن ظاهره بتجعل الخليه بهذا الشكل انه ممكن تكون اشكاليه لها علاقه من ناحيه جينيتكس، تمام، او تكون طبعا acquired تحصل عندي بعد ما يصير هناك اللي هو maturation للخليه. The cell however will be functionally neutral، الخليه function normal. بقول لي انا الانهيرتنس لهذا الانومالي، بقول لي هذا عباره عن اوتوسومال دوميننت، although it is likely that the new mutation are common، ممكن صارت عندي نيو ميوتيشن. الان في عندنا بلجر هو انومالي، في عندنا سودو بلجر كمان، يعني ايش كمان هذا ليتر اون المصطلح هذا ممكن نستخدمه، انه في عندنا بعض احيان بيحصل تلاقي الخلايا الموجوده في بعض من الامراض لوك لايك خلايا اللي عندها بلجر هو انومالي، تمام، هذا الكلام ممكن نلاحظه في ديزيز اخرى. يعني البلجر هو سيلز بيقول لي كان ديفلوب مالتيبل لوبس، ها اذا الان قلنا البلجر هو انومالي سيل هي عباره عن خليه ماتشور لكن فيها مثلا تو لوبس، تمام، لكن ايش بيقول لي كان ديفلوب مالتيبل لوبس ديورينج فيتامين بي 12 ديفشنسي اور فوليت ديفشنسي، تمام، يعني انت ممكن تلاحظ انسان عنده هذه الظاهره حصل تعرض لفيتامين بي 12 ديفشنسي او فوليت ديفشنسي ممكن ترجع الخليه وتعمل لي ايش؟ هايبر سيجمنتد لوبز، يعني تعطيك لوبز 10 عفوا 8 لوب 9 لوب وهلم جرى وكانه في حاله الميجالوبلاستيك انيميا زي ما احنا ذاكرين. ولكن لو حصل انه انا
حصل عندي الان تريتمنت واعطيت فيتامين بي 12 اعطيت فوليت ممكن ترجع الخليه از باي لوب باي لوب تمام اذا صار في عندي كوركشن اذا صار في عندي ايش كوركشن هذا كمان ممكن يحصل عندنا في هذا الموضوع. نيجي لنقطه اخرى تمام احنا اذا فهمنا موضوع البلجر هو انومالي فالخليه هي في حد ذاتها هي عباره عن خليه فانكشن وما فيش عندنا اي مشكله فيها تمام وهذا الامر ممكن يكون موجود از زي ما ذكرت انا السودو لايك بلجر هو تمام في حالات اللوكيميا او المايل بروليفريتيف ديس اوردر او سيفير انفكشن ممكن الاحظ اما الديزيز كديزيز بلجر هو انومالي ممكن الاحظ الخليه زي ما انتم شايفين عباره عن تو لوبس هاي لوب وهي عندي لوب اخر موجودين مرتبطين مع بعض از از كروماتين موجود بينهم تمام الان هذا جانب من الاشكال او من البروبلم اللي ممكن تحصل على مستوى المورفولوجي اللي احنا ممكن نشوفه. في عندنا هايبر سيجمنتد نيوتروفيل يعني عندي اللي هو امر طبيعي انه ممكن يحصل عندي اشكاليه انه يكون الاحظ الخليه النيوتروفيل فيها مور ذان 5 لوب 6 7 او 8 لوبس بشكل او باخر. هذا الكلام ممكن يكون موجود عندنا بقول لي اذا انت بتلاحظ بعض احيان ممكن يصير عندنا ارتيفاكت تلاحظ انه صار في عندي ارتيفاكت موجود على سطح الخليه وتحس وكانه صار عندي وكانه لوب هذا من ضمن الاشياء. بقول لي الشغله الثانيه بقول لي ممكن بعض احيان يحصل انه انت البلاد كان موجود عندي ستور لونج تايم قبل ما تعمل له سمير فممكن تلاحظ هذه الظاهره ممكن تكون الاولد نيوتروفيل يعني خليه نيوتروفيل قديمه او عمرها اكبر من الخلايا الاخرى تمام فممكن يحصل هذا الامر موجود عندنا في هذا الجانب. اذا هذه الشغلات احنا ممكن نلاحظها اللي هي الهايبر سيجمنتد ريدر دان تكون الهايبر سيجمنتد جاياني من الميجالوبلاستيك انيميا. بقول لي بعض احيان بيحصل عندنا انه ممكن نلاحظ هذا الامر انه بيكون في عندنا حاجه بسموها بون مارو ديسكريجيا. ايش يعني البون مارو ديسكريجيا؟ بقول لي ممكن يحصل عندك انه يصير البون مارو يطلع كميه خلايا الوت والخلايا هذه ممكن يطلع منها ابنورمال خلايا يعني في عندي نمبرنج ابنورمال انكريز ان ذا سيل برودكشن تمام وممكن يطلع عندي خلايا عندها هايبر سيجمنتد وهذا الكلام ممكن تكون هيريديتري بروبلم موجوده عندنا لها اسبابها في هذا الجانب. اوكي اما ذكرنا جانب اخر في موضوع الهايبر سيجمنتد زي ما ذكرنا هنا الهايبر سيجمنتد جاينت نيوتروفيل بتحصل عندنا انه البيكتشر بتاعت البلاد فيلم ممكن تكون عند الخلايا الريد بلاد سيل عباره عن ماكرو سايت فعندنا ماكروسيتيك ممكن يكون انيميا طبعا وفيها اللي هي الهايبوكروميك ممكن تكون نورموكروميك بعض احيان خليه نورموكروميك نو بروبلم لكن احنا بشكل عام في الميجالوبلاستيك انيميا عاده بكون عندي خلايا ريد بلاد سيل ميجالوبلاست از ويل از ممكن الاحظ عندي نيوتروفيل هايبر سيجمنتد وهذه علامه من علامات اللي هو وجود اللي هو عندي بلاستيك عفوا ميجالو بلاستيك انيميا. نيجي لنقطه اخرى في موضوع الايفالويشن بتاعت الوايت بلاد سيل او النيوتروفيل ان جنرال تمام انه انا طبعا ذكرنا نمبرنج سي بي سي ذكرنا من ناحيه اللي هو مورفولوجي از بلاد فيلم كمان البول مارو اكزامينيشن يعني انا بعض الاحيان صحيح طلعت على البلاد فيلم لكن انا مش ساتيسفاي في عمليه الدايجنوزس فممكن اضطر بعديك اعمل اللي هو بول مارو اكزامينيشن والبول مارو اكزامينيشن طبعا انت ممكن تستدعيني في حال ما يكون عندي الكثير من الاسباب اني انا والله وجدت مثلا عندي النيوترو بينيا على سبيل المثال او مثلا وجدت عندي نيو بلاستيك سيل از نيو بلازما سيل شغلات كثيره ممكن تستدعي هذا الامر هنحكي عنها ان شاء الله في موضوع البون مارو اكزامينيشن. اذا هناك اسباب هتستدعي انه نعمل بون مارو اكزامينيشن ونشوف ايش في عندنا البرسنتج بتاعت الخلايا من خلال اخذ العينات نعمل حاجه بسموها اسبيريشن او حاجه اسمها بايوبسي تمام ونعمل انفستيجيشن. بعض احيان احنا ممكن نضطر نعمل عمليه اللي هو ايفالويشن للفانكشن بتاعت الخلايا تمام انه نعمل فانكشنال اسي بعض احيان عايز اعمل سايتوكيميكال ستين تيست
بعض الاحيان عايز اعمل ميونو فينوتايبنج تيست، بعض الاحيان عايز اعمل جينيتك تيست على مستوى ريال تايم بي سي ار بي سي ار، تمام. هذه امور كلها ممكن احتاجها از اسي، تمام. اذا هذه عباره عن مراحل، مراحل التقييم تندرج من وايت بلاد سيل على مستوى السي بي سي، على مستوى المورفولوجي از بلاد فيلم، على مستوى البون مارو اكزامينيشن، او ممكن يحصل عندنا على مستوى الاسي اللي احنا ذكرنا. في عندنا ممكن نلاحظ حاجه بسموها رياكتيف ليمفوسايتوسيس، انه انت ممكن تلاحظ عندك ليمفوسايت بتكون عباره عن لارج ليمفوسايت، تمام، بيقولوا عنها اتيبيكال ليمفوسايت او رياكتيف ليمفوسايت، يعني بمعنى انه خليه الليمفوسايت احنا بنعرف مور يعني موستلي ات از سمول ليمفوسايت، لكن ممكن يحصل عندنا تكون الخليه بسموها رياكتيف او اتيبيكال. طبعا وكانه بيقول لي ان نورمال خليه الليمفوسايت بتكون عباره عن تيبيكال، تمام، او اللي هي بسموه رياكتيف بتكون تيبيكال، اما الاتيبيكال او الرياكتيف بتكون لارج وشكل النيوكليوس بيكونش هوموجينيوس، يعني سيمتريكال از ابروكسيميتلي سيركولار، نو، باخذ شكل اخر. خلينا نطلع على شكل الخليه اللي هي ممكن تكون موجوده من خلال اشكاليات احنا ممكن نعاني منها بشكل عام. فبقول لي انا عندي هنا لارج سيلز، تمام، ورويال اباندنت بلو سايتوبلازم، لانه في عندي استنفار للخليه. ليش؟ لانه انا في عندي بروبلم، في عندي فايرال انفكشنز، وكان ابستين بار فايروس، عندي هيباتايتس وهلم جرى. اذا هذه اسباب هي اللي اوجدت لي هذه الاتيبيكال ليمفوسايت او الرياكتيف ليمفوسايت، تمام، او عندي مثلا انفكشنز من المونونيوكليوسيس. اذا ان جنرال خليه الليمفوسايت بشكل عام ممكن تكون خليه ريستنج سمول ليمفوسايت، ها خليه سمول، امر طبيعي خليه سمول، لكن ممكن تكون رياكتيف او اتيبيكال، تمام، وتكون عباره عن لارج. اذا لو طلعنا كمقارنه من خلال التيبل سايز، هذه لارج، تمام. هنا عندي ليش لارج؟ لانه الخليه هتستنفر، هتبدا تبني مواد، تعمل عمليه اللي هو ديفنس ميكانيزم، سواء كان ليمفوسايت بي ليمفوسايت تعمل لي انتي بودي، او مثلا تي ليمفوسايت هتعمل انتاج لا اذر بروتين سايتوكاينز اند سو اون. السمول طبعا واضح النيوكليوس سايتوبلازم ريش لو دان يعني هنا الريشيو من نسبة للنيوكليوس سايتوبلازم لو، اما هنا طبعا هاي. ليش هنا لو؟ لانه السيتوبلازم هياخذ مساحه، لانه انا عايز اعمل برودكشن لسيرتين بروتينز، انا عايز اعمل انتاج، عايز الريبوسوم يشتغل، عايز الار ان يشتغل وهلم جرى. السيتوبلازم هنا اباندنت ليس دارك، لانه هون بيكون اكثر نوعا ما يعني اباندنت كلر ليس اور دارك بلو. ليش؟ نوعا ما قريب للزراق للازرقاق، انه في عندي انا قلنا ريبوسوم موجود، عندي اللي هو ار ان اي موجود، هنا كلر لانه ساكن ما فيش عندي انتاج. النيوكليوس راوند تو ريجولار ابروكسيميتلي، هنا مش ريجولار، هنا راوند، ملاحظين؟ هنا ايش؟ الريجولار. الكروماتين كورس تو مودريت فاين، ايش يعني؟ بتلاقيه نوعا ما مش كورس كورس، ممكن تكون نوعا ما فاين. ليش؟ لانه مفتح، لانه في مجال نعمل عمليه اللي هو ايش؟ عمليه جين اكسبريشن. فعلى الاساس بتكون في عندنا نوع من اللي هو الفاين، او في عندنا نوع من الفراغات ما بين الكروماتين في الصوره. هنا كورس لانه ما فيش عندي انا شغل اشتغله. النيوكليولاي ما فيش عندي هنا ابروكسيميت النيوكليولاي نوعا ما، او ممكن الاقي، لانه انا قلت نشيط، اذا ممكن الاقي نيوكليولاس. هنا ما فيش عندي نيوكليولاس اقدر اشوفه. بوليكلون، البوليكلون ممكن تلاحظ عندك العديد من البي سيلز ويد ديفرنت سبيسيفيسيتي. طيب هذا شكل هذه الخلايا، تمام، قلنا خليه لارج، النيوكليوس مش راوند زي ما انتم شايفين المساحه في السيتوبلازم، لكن لو انا في عندي خليه ليمفوسايت هتلاحظها صغيره، تمام، اكبر شويه من الريد بلاد سيل، تمام، وعندها طبعا النيوكليوس محوطه تقريبا كل السيتوبلازم شغله بشكل او باخر، تمام. هذه هي مين، وهذا طبعا مور بلوش في عندنا، لانه في عندنا نشاط على الخليه زي ما احنا شايفين. هذه خليه التيبيكال، عفوا الاتيبيكال ليمفوسايت او الرياكتيف ليمفوسايت اللي احنا ممكن نشوفها عندنا بشكل او باخر، الرياكتيف ليمفوسايت. نيجي نطلع على موضوع اخر له علاقه في الهيماتوبويتك نيو بليجيا. هيماتوبويتك نيو بليجيا يعني احنا الان تحدثنا على الانترودكشن واخذنا فكره على طبيعه الوايت بلاد سيل من ناحيه النمبرنج، من ناحيه المورفولوجي، من ناحيه الايفالويشن كجنرال ايفالويشن.
لكن احنا الان طبعا عايزين ندخل على موضوع اخر، انه خرجنا على موضوع النورمال ايفالويشن، هنطلع على موضوع الهيماتوبويتيك نيو بليجيا. تمام، وهذا النيو بليجيا وكانه انا بعطيني نيو سيل، هذا معناته في عندنا اشكاليه موجوده في على مستوى جينيتك ماتيريال، وهذا الامر بيخليني اجي اتحدث انه انا في عندي حاجه بسموها الموليكولار بيسك لمين؟ لا الكانسر. والموليكولار بيسك لاي كانسر؟ انه زي ما بيقولوا التذكير العلماء في هذا الموضوع، انه احنا بنعيش ما بين خلينا نقول كيف سياره، هذه السياره عندها دعسه بنزين وعندها دعسه بريك. تمام، الان اذا انت ماشي في السياره وعندك البنزين دعسه البنزين سليمه والبريك سليم، السياره حتمشي بشكل منتظم و100% وما فيش اشكاليات. لكن بعض الاحيان ممكن يحصل عندك انت ماشي، بلاش نقول مسرع كثير عادي، لكن عند لحظه معينه لازم تعمل بريك. اذا كان البريك خربان، تمام، اذا معناته السياره حتضرب وحتعمل مشاكل وتخرج عن النص. وهذا الامر البريك هنا اللي هو حاجه بسموها عمليه السبريشن، وكانه انت بتقول في عندي انا جينز، ها ننتقل للخليه، انا عندي جينز، انا عندي بروتينز تاتي من هذا الجين، هذا بنسميها تيومر سبريسور جين، حتعطيني بروتينات تخلي الخليه ايش؟ تقف عند نقطه معينه لو صار فيها بروبلم. وضحت؟ اذا معناته انا بقول ان انا ممكن ادخل على نيو بلازم اذا وجدت البريك تاع الخليه في اشكاليه اللي هو مين؟ التيومر سبريسور جين. تمام، هذا جانب. جانب ثاني، لو انا عندي البريك تمام اوكي، لكن ما شفت حالي وانا قاعد اشتغل بالسياره ضغطت على الدعسه بتاعت البنزين، وكانه انا دعسه البنزين وصلت تعطيني مثلا على سيجمنتين سرعه نقول 60 كيلو بالساعه، لكن ما شفت الا دعسه كانت جامده او اعطت مثلا 120 140 كيلو بالساعه، نتيجه في عندي خطا، معناته الخليه ايش؟ خرجت برضو عن النص. وكانه انا ايش بقول لي؟ انه انا في عندي في داخل الخليه حاجه بسموها بروتو اونكوجين، هذا امر طبيعي موجود عندي. البروتو اونكوجين هذا بيعمل كنترول، بيعطيني طبعا بروتينز بانواع مختلفه وباشكال مختلفه وبفانكشن مختلفه. تمام، هذه بتتحكم في طبيعه حركه الخليه من ناحيه الميتابوليزم بتاعت الخليه. لكن لو صار في عندنا يعني مثلا بروتين معين بشكل لي كاينيز انزيم على سبيل المثال، الكاينيز انزيم هذا عند لحظه معينه لازم يقف، لكن المنطقة اللي لازم احنا يعني نشبك عليها عشان نوقف هذا الانزيم، تمام، صار فيها طفرة بشكل او باخر، معناته انا مش هقدر اوقف الانزيم، الانزيم حيضل شغال. ايوه، وهنا بدخلني في حاجة، انه هذا البروتو اونكوجين ما دام انت خليت الانزيم خرج عن النص وكأنه حولت البروتو اونكوجين اللي بيعطيني البروتين اللي بيتحكم في الخليه ميتابوليزم الى حاجه بسموها ايش؟ بروتو اونكوجين، تتحول الى ايش؟ الى اونكوجين. اذا اي بصير عندي وكانه خرجت على النص. هنا اجي عندي مصطلح اونكولوجي اللي هو علم الاورام، انه الخليه خرجت عن النص وصارت نيو بلازم. اذا فهمنا الان انه التيومر سبريسور جين هو عباره عن البريك تاع الخليه، والبروتو اونكوجين هو عبارة عن اللي هو الكنترول بتاع الخلية، الميتابوليزم بتاعت الخلية. أي خلل هنا أو أي خلل هنا هيخرج الخلية عن النص وإحنا ندخل على مشاكل. إذن هذا الأمر موجود. إذن ممكن يكون الخلية فيها بروبلم، لكن أنا في عندي تيومر سبريسور جين بوقف الخلية، يلا يا خلية صلح البروبلم عشان نمشي. لكن ما صلحتش الخلية البروبلم زي ما إحنا ذاكرين في دراسات سابقة درسناها في الكورس في موضوع المولكيولر بيولوجي، بيصير انه الخليه ايش تتحول؟ لازم تتحول على ابوبتوسز عشان ايش؟ نتخلص من اي بروبلم. فطبعا ما دام الخليه التيومر سبريسور جين مضروب، وقلنا مثال على راس هذه الامثله وعلى راس هذه البروتينات بسموه بي 53، تمام، اللي هو تيومر سبريسور جين اللي هو عباره عن الماسترو في هذا الموضوع. اذا نحن نعيش بين تيومر سبريسور جين وبروتو اونكوجين، وهما الكفيلات بانه يحافظوا على الخليه. هذا جانب. جانب ثاني عشان انهي هنا شويه، انه نعرف ان جنرال التيومر سبريسور جين انا احتاج، او بالمعنى نقول عنه البريك هذا، احتاج انه التو الليلز بتاعت هذا الجين يكونوا مضروبين. تمام، التو ايش؟ التو الليلز عشان يظهر عندي الكلينيكال بيكتشر بتاعت البروبلم. اما في موضوع
موضوع البروتو اونكوجين عشان يتحول لاونكوجين البروبلم اتس اوكي ان وان قليل اس انف عشان يعمل لي مشكله. وهذا الكلام انت تخيل الامر هذا معناته قضيه احتياج، كمان قضيه ايش؟ قضيه احتياج وايش طبيعه النقص. يعني مثلا احنا نفهم انه في عندنا انتاج عند حد معين، لو اقل اعرف انه في مشكله، لكن لو انا في عندي انتاج على بروتين اخر حد اقل من المطلوب بمشي الحياه بشكل او باخر، وهذا الامر موجود. اذا اجي اقول انه التيومر سبريسور جين انا احتاج الى ايش؟ الى اوتوسومال ريسيسيف بروبلم، تمام، عشان تظهر المشكله بشكل عام الامور بعمومياتها. اما هناك انا احتاج الى دوميننت بروبلم في البروتو اونكوجين عشان تبدا تظهر عندي المشكله. بهيك احنا بنكون يعني اتطرقنا بشكل بسيط طبعا جدا ومختصر في موضوع الموليكولار ميكانيزم بتاعه اللي هو ايش النيوبلازم، وكيف تحصل عندنا الخليه بتتحول الى كانسر سيل. هنقف هنا ان شاء الله ونكمل مره اخرى في طبيعه اللي هو التعرف على انواع الهيماتوبويتيك نيوبليزيا على مستوى الليمفويد والميلويد، نتحدث عنهم بشكل ان شاء الله مفصل الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.